تحليل جماهير تطوانيا خصوصا وجماهير المغربية عموما من داخل إطارنا المبادرة المغربية للدعم والنصرة. احنا يا هنا بصفتنا شباب من الشعب المغربي، هذه أكثر حوالي سنة من الآن احنا كنجتمعوا في هذا المكان وفي غير من أمكنة، كنقوموا بمسيرات محلية وأخرى وطنية، وقفات متعددة، كنقوموا أيضا بمنشورات بعدة. هادشي هذا كامل من أجل علاش؟ هادشي هذا كامل من أجل دعم واحد الشعب حاليا اللي هو مقهور، اللي حنايا صحيح أننا حنايا عندنا أزمات وعندنا تحديات وعندنا إكراهات كنعيشوها، وهادشي هذا ما كنكرهو حتى شي واحد، ولكن لا يجوز أننا نعيشوا في الحياة ديالنا العادية اليومية والناس جات رمضان وما لقاتش الماء اللي تفرق به الصيام. الناس حاليا كانوا كيعبروهم بالكيلو، كيجمعوا الفتات ديال البشر، ما بقاش البشر مكمون، كيجمعوا الفتات ديال البشر ويحطوهم في الميكا ويجمعوا 70 كيلو، يقول لك نديروها نشبروها وندفنوها. هذا كنعتبروها شخص. تاتي هذه الوقفه في سياق الذكرى الاولى انطلاق معركه طوفان الاقصى، هذه المعركه المباركه التي تخلد في تاريخ هذه الامه الاسلاميه، التي من خلالها قام المقاومه بكبح هذا المحتل وكذلك بعملية مباركة تم من خلال قتل عدد كبير من الجنود كيان الصهيوني واعتقال عدد من الأسرى. كذلك تم خلال هذه المعركة المباركة إحياء القضية الفلسطينية التي كانت تم نسيانها، وكانت تم هناك واحد مسار ديال تطبيع عدد من الدول العربية والإسلامية. جاءت هذه المعركة لإيقاف هذا المد التطبيعي، وكذلك جاءت من أجل إعادة قضية فلسطينية باعتبار قضية الأولى لكافة المسلمين، وكذلك ما يعيشه اليوم لا ننسى المسجد الأقصى المبارك الذي يعيش اليوم في مناسبة الأعياد التلمودية التي تقوم بها الطائفة اليهودية والمتطرفين اليهود والصهاينة في الأقصى المبارك، الذي يتم من خلاله تدنيس المسجد الأقصى، وكذلك محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. فهذه الوقفة تأتي في إطار هذا السياق من أجل إحياء هذه الذكرى المباركة، وكذلك نندب من خلالها بما يقع لإخواننا في غزة ولبنان، وتنديد بالمجازر الإرهابية وتنديد بالإرهاب الصهيوني على كافة الدول العربية. وتحية عليها. نتواجد اليوم في وقفة احتجاجية تنديدية بما يتعرض له إخواننا الفلسطينيين من إبادة وتقتيل وتدمير وإبادة جماعية، وذلك استجابة لدعوة منظمة المغربية للدعم والنصرة فرع تطوان، واستجابة لدعوة حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، التي طلبت من الجماهير العربية والإسلامية أن تجعل هذه الجمعة جمعة غضب وانتصار لإخواننا الفلسطينيين، كذلك تضامنا مع إخواننا اللبنانيين وما يتعرضون له من تقتيل وتهجير، وذلك بمناسبة قرب ذكرى 7 أكتوبر التي شهدت هزيمة نكراء للكيان الصهيوني وانتصارا للمقاومة التي أبانت للأمة العربية الإسلامية أن هذا الكيان الذي يتبجح بكونه أكبر قوة مخابراتية وأكبر قوة إعلامية ما هو إلا مجرد وهن كوهن بيت العنكبوت. لا يجوز أننا نبقاو أمام هذا الكم الهائل من المجازر ومازال ما قادريش نقاطعوا المنتوجات اللي هما على الأقل كيدعموا الكيان الصهيوني مباشرة، بحال مثلا المنتوج ديال كوكاكولا أو ماكدونالدز، نحن عارفين بأن الدعم ديالهم كيمشي مباشرة للقتلة. ماكدونالدز تقول لك أنا هاد الناس اللي كيقتلوا دابا حاليا فلسطين نعطيهم ماكدونالدز باطل، هاد الناس اللي كيقتلوا فلسطين نعطيهم أنا كوكاكولا باطل، وتجي أنت ما قادرش دابا حاليا تشبر وتقاطع المنتوج ديال كوكاكولا أو المنتوج ديال هذاك، وفي الآخر غادي نشبروا حنا وغادي نحروا راسنا وغادي نحروا الصحراء وغادي نديروا هادشي نديروا هادشي كامل. بالعكس، هذا جا الوقت دابا حاليا باش نوقفوا جميعا، نتحدوا بغض النظر عن مرجعياتنا وعن توجهاتنا، نتحدوا جميعا من أجل إسقاط هذا التطبيع. التطبيع احنا عارف ان هناك تطبيع سري وهناك تطبيع علني. التطبيع علني هو العياذ بالله انك تلقى دابا حاليا الصهاينه كيدوروا دابا هنا حنا حاليا تلقى دابا الصهاينه كيدورونا هازين الراية ديال اسرائيل. والله العظيم هما كانت هاد الوقفات وهاد المسيرات تلقى تدخل تمشي انت دابا الجزيره الدار ديالك تتفرج في الجزيره وتشوف من الجزيره قدا تخرج من الزنقه وتلقى الصهاينه ماشيين حداك وتقيسوا ولا ترفع عليه شي حاجه انت تمشي فيها للحبس. فلذلك نقول لجميع المغاربه كونوا شاكرين على ان هناك وقفات وعلى ان هناك مسيرات، هذه تحمي انفسنا قبل ان تحمي الفلسطينيين، ثم هي استجابة لدعوة الفلسطينيين. الفلسطينيين لا يطلبون منا لا سلاحا ولا ذخيرة ولا رصاص ولا غير من ذلك،
ما دعمونا لا بالمدفع ولا بالقرطاس، دعمونا فقط غير ما تدخلوش، كيقول الانظمه ما تدخلوش في القضيه الفلسطينيه، بمعنى اخر ما تدعموش السيد الناس اللي كيقتلونا، ما تدعموش هذا الكيان الاجرامي اللي كيقتلونا، هذا كل ما يطلبونه وهذا كل ما نقوم به نحن حاليا. كن دائما على اطلاع باخر الاخبار والتطورات عبر جريده بريس تطوان.